أحييكم أعزائي زوار موقع سبيل، حيث نلتقي معكم في الحلقة 11 من برنامج ذكريات من الماضي. وهذه المرة استضافنا في بيته السيد أبو ناجي حنا حبيب شحادي، الذي حدثنا عن سيرة حياته وذكرياته منذ نشأته والأحداث التي عايشها في المغار والمنطقة والظروف المعيشية التي كانت سائدة في المغار. أبو ناجي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. ممكن تحكي لنا قديش صار عمرك؟ عمري 85 سنة. العمر كله مواليد 1928. العمر كله إن شاء الله بيكون عمرك طويل. احكي لنا عن الطفولة، طفولتك كيف كانت؟ كيف كانت نشأتك؟ لحظة، خليني أحكي كلمة مسبقة. بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أنا يسرني أن أستضيفك ببيتي وأعايدك أنت وأهل قريتي بالسلام والمحبة. إن شاء الله، الله يعيد العيد دائما بهدات البال إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. أحكي لي عن طفولتك، كيف كانت النشأة تبعتك، نشأتك؟ طفولتي كقول طفلتي هذاك التاريخ. تعرف القرويين عادة أطفالهن تقريبا في الأخلاق في الأطباع في ذاك مثل بعض البعض، وأنا واحد من هاي الناس. طفولتي نشأت في بيت بسيط فقير، بس غني في محبته للناس، وعشت على هذا الأساس. وبعد لحد إسا كيف عشت على زمان أبوي وأمي عايش إسا. حياة أبوي وإمي الله يرحمهن ويرحم أمواتكو، الله يرحمهن، كان عندي قناعة لا توصف. مهما إجاهن على البيت الحمد لله، وأنا ربيت على تربات أمي وأبوي. في طفولتي قبل المدرسة كنت أوعى كل إشي بيصير. من الأحداث اللي بتذكرها لحد إسا ثورة اسمها ثورة 36، وأنا واعي ابن 6 5 سنين كنت أحفظها 100%. والثوار اللي كانوا يجوا على المغار لهون ينهزموا من الجيش الإنجليزي كنت لحد إسا ذكرتهن في بالي. نعم. هاي في أيام الطفولة، في أيام الشباب، شو مين أصدقائك اللي كانوا مذكر أصدقائك؟ الأحياء، بحكي عن الأحياء الأموات الله يرحمهم. الأحياء اللي بعد سلمان خليل دغش الشاعر، سلمان صالح سعد برضو، محمد قاسم خير، هذول اللي بتذكرهن واللي يمكن ان الاحياء اللي بعدين بعرفهن. وشو بتتذكر بعد الشباب عن حياتك وحياة الوالد؟ حياتي وحياة الوالد كنا في وضع عادي طبيعي، يعني فلاحين بدون ما نملك الارض. كنا الأرض اللي نفلحها نأخذها مستأجرة من اللي عندهم أرض وبدين شيء يزرعوها. وكانت في هذيك الفترة يتاخذ الأرض على قسم من الغلة اللي هو اسمه الربع، ربع الغلة، ومن أهل البلد. يعني اشتغلت في الفلاحة؟ اشتغلت في الفلاحة بداية. كيف كنت تفلح؟ كان عندك أرض؟ كان أنا حكيت أرض إلي، ما كانش مال من قنص من الله. كنت أزرع في الأجار، من أرض من الناس في الأجار. مين هذول الناس؟ يعني تركوا البلد وسكنوا في حيفا. في كنت تضمن منهم الأرض؟ كنت أخذ منهم الأرض، في مرات هبة يعطوني إياها، وفي مرات يأخذوا قسم بسيط اللي هو اسمه الربيع، ربع الغلة. بعد الزراعة شو اشتغلت أبو ناجي؟ بعد الزراعة اشتغلت في البناء مشتقاته. بداية ابتدأت إن زمل الحجر. مهنة حلوة هاي وفيها فن. كانت مليحة في هذيك الفترة، واستمرت فيها حوالي 5 6 سنوات. كنت أخذ في محل اللي يعطيني الحجر وأنا أربع وتربيع، هيئه للعمار، أزم نظيف نظيف يكون ملايم للعمار. احكى
احكي لنا عن زمل الحجر، كيف كنت، شو الادوات اللي تستعملها في زمل الحجر؟ زمل الحجر كانت ادوات حديديه بلديه يعني قويه، ومطرقه يعني عن شاكوش، هذا خصوصا للزمل، و لهم اسماء يعني يمكن غريبه الاسماء، في شيء اسمه طنبور، زميل عريض هيك شفشف الحجر، وميزان وزاوية وكل أشياء من الشكل هيك، زي أشياء العمار. كنت تنقش على الحجر رسمات معينة؟ مش كل المرات، كنت أعمل مرات عمدان دائري على علو متر حسب الطلب. في بتشوف اليوم عمدان مع البرندات، هاي أنا أعمل منها. طيب شو الدور اللي في المغار اللي كانت معمرة من الحجر قديما؟ قديما كانت معمرة، العمار الحجر كان قليل. أول دار بعرفها دار نمر أبو حسن المختار، وثاني دار دار جلس العرطول، ودار جلس الفضيل، وفي والكنيسة الأخرى كانت على زمان اندقت الحجارة، وانا اشتغلت فيها اشتغلت فيها، كان اللي يشتغل فيها قريب الي دائما اكون جنبه، تقريبا هو اللي علمني. ومين عمر هاي البيوت؟ اغلبها عمروها صفدي، هن كانوا ماهرين في هاي الشغايل شغلتهم يعني. يعني فلسطينيه سكان صفد؟ سكان صفد. ابو ناجي احكي لي عن ظروف المعيشه واحوال المعيشه بين اليوم والزمن الماضي، شو الفرق؟ حسب رأيي أنا الخاص تفرق كثير، تفرق كثير. الماضي كانت القناعة موجودة أكثر من اليوم، والمحبة أكثر من اليوم، ومحبة صادقة. كنت تشوف المغار كأنها بيت واحد من ناحية محبة، بتوجع البيت ألا ما أنك تشعر كأنك أنت في بيتك. إذا صارت مشاكل كل العالم فيه مشاكل، بس المشكلة يعني كانت تنحل فورية على المحل، لا شكاوي هذا اللي بعرفه أنا، ولا إشي، ولا مرة بتذكر إن فاتت قضية على محكمة أبدا. الأعياد مشتركة يعني، العيد كان كأنه عيد لكل البلد، كل أهل البلد يساهموا في المعايدة على بعض البعض بدون استثناء، وما كانتش هذيك الفوارق الدرزي مسلم مسيحي، المغار كمغار بس مش أكثر من. يعني الحياة اليوم تختلف عن الحياة قبل من ناحية العلاقات الاجتماعية؟ كثير بتختلف، كثير أبدا. يعني اليوم شو تمشي في الشارع يحكي معك غريب، شو دينك في الأساس يقول. زمان ما كانت هاي لنا، معروف انه من المغار، من المغار كانوا درزي، كل واحد يدينه الله يعينه على هاي الحياة ربينا. ابو ناجي احكي لنا عن الحياة قبل زمن الانجليز كيف كانت وكيف كنتوا عايشين؟ من ناحية الحياة بدائية كانت مثل ما حكيت في الماضي، والناس عن قناعة عايشين. لكن شو كانت المشكلة؟ المشكلة كانت انه لما احتلت الانجليز البلاد مكرم يعني عملوا مكرمي للناس، واعطوا لكل الفلاح ليرتين قرض. شو بدنا فكرونا عن بساطة، فكرونا انطونا هبة، وانطوا كل ثلاث يعني اصحاب قرض واحد. الاول كان كفيل الكل، اللي كان كفيل الكل هو والدي، لما طلبوا المصريات لشراكة تنكروا، انجبرت أدفعهم أنا وأبوي في 50 ليرة، وال50 ليرة مش كانوا هوينة يعني جمعهم في ذاك الفترة. 50 ليرة كان يشتروا 5 جلومات أرض جتو. كيف قدرتوا تجمعوا 50 ليرة؟ منين بدك تجيبه؟ بعنا راس بقر، أنا اللي بذكره كنا ب 47 ليرة، وتم علينا 3 ليرات. هاي كلمة نكتة يعني، هي بس بدي أحكيها. منين بدنا نخلقن هذولا؟ حياة أمي الله يرحمها ويرحم أمواتكو، كان شايل 3 ليرات، كان يلبس الزنار، حتى 3 ذاك راحت حطتني إياهن، عم بتعدلنا إياهن، وحطتهم قدامها ما
بدها تربط الزنار تبعها، اجت حمامي فرت طاروا الثلاث ليرات. وين طبوا؟ طبوا قدام الحمار. تعرف كيف كان زمان؟ كنت انا اللاعبد معاه، كنت واعي يعني، وابن عمي بتعرف الحياه الدخيل. فزينا ركاب عشان نسمع الحمار، شدينا بسنانه ميت جاي تفتحنا، سحبنا ثلاث بده يكون هون اكله. سحبنا ما تبقى من اسنانه، صار ماكل النمر. كيف بدنا نعمل؟ والله مش عارف مين توسطها، وربك حميد بدلنا اياها في ساغ. هاي كل اللي صار. الضريبة تبعتنا وسديتوا الدين. سدينا الدين بصعوبة كانت يعني، كان في مآسي كثير، وكان في هدات بال كثير. الناس مش في حكاية اليوم، كلها متعلمة وواعي شو في الماضي شو المستقبل. زمان كانت على اتكال الله، قلائل قلائل اللي كانوا واعيين. حتى إذا بدنا نكتب مكتوب، قليل ما واحد يعرف يكتب الخط المضبوط. كم أربع خمس أشخاص تقريبا عندنا في الحارم، في كل حارم فيه من الشكل. كان عندكم في الحارم حياة أبو خميس، هذا شاطر في الخط، وحياة كان يشتغل نجار عدان، اسمه موسى الخطيب، كان خطه مليح. وعندنا في المغار كان حياة عبد الجريس، وكان حياة أبو نمر نمرة خليل طنوس. هذول الوحيدين اللي كانوا يكتبوا الأشياء اللي البسيطة هاي. أبو ناجي احكي لنا بعد التقاعد شو اشتغلت؟ بعد التقاعد اشتغلت شغل مادي، ما اشتغلت تطوع. اشتغلت تطوع، كنت متطوع في المشروع القطري، مشروع الري عندنا في المغار، حوالي 1000 درهم، وأنا كنت من مؤسسينه، وبعدنا لحد اليوم في عضو في اللجنة ورئيسة في هذه الفترة من سنة 1974 لحد اليوم، وأنا بعدني متواصل ما تغيرت. وانتقلت بعدها على المركز الجماهيري. شو بتشتغل في المركز الجماهيري؟ شو التطوع تبعك هناك؟ تطوع محاضرات بنتقبلها من الغرب، مساعدات مرات وقت الأعياد، هنا نعملش مساعدات للميسورين الحال، وأشياء من الشكل هيك. بتروح على المدارس كمان؟ لا، كنت أروح على المدارس، يطلبوني أروح على المدارس حتى أحكي لهم عن الحياة اللي في الماضي، وكانت الطلاب تتقبل هذا الاشي مع اسئله مليحه يعني. ومنهم طلاب اللي مش معنيين كانوا موجودين مكان هاي. ابو ناجي، بما انه احنا في اجواء عيد الميلاد المجيد، كل عام وانت بخير، احكي لنا شو الفرق بين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد او بالاعياد بشكل عام اليوم عن زمان؟ العيد زمان كان له ذات البال بس، بس العيد اليوم فوضى يعني، تقول حرب. هيك الوضع. مش عارف شو بسوي. احنا بنقول سلام بس، لا الاهل هاي الاولاد اليوم بدهم سلام. اليوم شو شو يسوي العاده؟ تخبروا واشياء فخيقيع واشياء من هيك. زمان كيف كانوا يعيدوا؟ كانوا يعيدوا محبه وهدوء، ومثل ما قلت لك كان يعيدوا مرات عندنا المسيحيين كانوا يقولوا عيد فخاس البيض. عيد الفصح. عيد الفصح، ايوه عيد. شو كانوا يسووا في فخاس البيض؟ الاولاد يتغالب مع بعضهم على الربح يعني، يفخسوا البيض، اللي بيربح بياخذ البيض الثاني، اللي بيكسر بيض الثاني ياخذها. هاي الحاله هيك كانت. وكيف كانوا يعيدوا على بعض؟ يعيدوا كل بيت عامل قدامه طاوله كلها حلويات، يفوت الواحد ياخذ حبته ويتسهل، تشوف الجاب الواحد ملان حبوب. حلو. يعني اليوم هدات بال عن جد يعني، هدات بال على الجد. هاي زمان، اليوم فيش هدات بال؟ اليوم بتلاقيهاش يمكن. ابو ناجي
شكرا جزيلا من موقع سبيل، بنحييك وبنتمنى لك العمر الطويل، والله يعطيك ألف عافية وشكرا لك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، والله يديمكم على عمل الخير. كل عام وانت بخير. شكرا لك.